مساء الخير، هسه اشرح مثال مهم كثير كثير كثير. يعني هذا الاكزامبل من اهم الامثله وشامل للشابتر 13 كامل. هذا المثال في عندي انا، زي ما نحكي هاي اسمها، سموها بان، يعني لو سميناها بلوك يعني بشكل عام. هاي كتلتها 10 كيلوغرام، مربوطه بزنبرك. هسه هاي لما تكون مربوطه بزنبرك، في كومبريشن للزنبرك، يعني وضع الابتدائي له كومبريشن. طيب ما ليش في الكومبريشن هسه؟ طيب بعدين بحكي لي في 30 كيلو جرام بلوكة انرمت من ارتفاع 2 متر، رفع من ارتفاع 2 متر، وخبطت بهاي امباكت نوع برفكت البلاستيك. برفكت البلاستيك يعني الاي تساوي زيرو، يعني الجسمين بصير جسم واحد، يعني الاثنين لهم نفس السرعة. طيب هذا كيف بدي احله؟ اول اشي بدنا نعرف سرعة البلوكة لما توصل هون، بعدين البلوك لما يصيروا جسم واحد. فاحنا بنطبق للبلوك اللي فوق، بس البلوك اللي فوق بنطبق لها قانون T1 بلس V1، لانه اصلا فيش فريكشن، فيش قوة خارجية، بس نعمل هذا القانون. لو اخذنا المرجع عند البان نفسها اللي هي بي، عند البان نفسها، هسا اول شيء T1 زيرو، يعني هو كالي دروبت، وابصر ايش، ما فيش سرعة. طيب V1 هسا وضع الابتدائي، يعني ماخذ الاوريجين عند بي، فراح يكون في عندي مسافة 2 متر هي اللي هاي. فأنا باخد البلوكة بي، البلوكة A قاعد، يعني ام جي في اتش 30 في 9.81 في اتش اللي هي 2 متر. شو بدها تساوي؟ تي تو طالع، انا بدي سرعة البلوكة اللي فوق نص في كتلتها كم؟ 30 في تربيع، سمينا هاي، زائد في تو. في تو لما تخبط فيها، بس البلوكة اللي فوق ملهاش زنبرك، يعني فيش في إلاستيك لا بالابتدائي ولا بالنهائي. في عندها ايش؟ وصلت عند الأورجين، يعني زيرو. بتطلع معي في ايه زي ما طلعت بالكتاب، 6.26 متر لكل سكند. طبعا بفضل تحط اتجاهها انه لتحت، انه نازلة لتحت. طيب خلصت، هاي طلعت ايش؟ سرعة في ايه. هسا لما خبطوا ببعض صار في امباكت. نطبق قوانين الامباكت. ام للبلوكة الاولى في في للبلوكة الاولى، زائد ام للبلوكة الثانية، زائد في في للبلوكة الثانية. شو ساوي الجسمين مع بعض؟ لما حكالي بلاستيك مباشرة زي هيك بتعمل، في للجسمين سوا، سميها في فتحة. ام اي 10 اي 30، في اي 6.26، ام بي 10 في سرعة وهي بالزنبرك الابتدائي، لا صفر. تساوي كم؟ 30 زائد 10 40، في فتحة. في فتحة تساوي حسب الكتاب 4.70 متر لكل سكند برضه لتحت. هاي لما خبطوا ببعض. هسا شو بدي أعمل؟ هسا في عندي أنا بدي هسا أشتغل التي ون، هسا هو طالب مني أصلا إيش؟ ماكسيموم ديفليكشن. فراح استعمل قوانين برضه حفظ الطاقة، بس أول شيء بدي أعرف إنه الزنبرك بالوضع الابتدائي كان في حالة ديفليكشن. هسا الزنبرك حسب رسمات الكتاب، يعني بقدرش ارسم احسن من رسماته، لما انا حطيت الديتم هون، حطيت الديتم زي هيك. هسا الزنبرك لو فش هاي البلوك اللي ضغطة عليه، هاي البلوك لو انها مش مضغوطة، بكون الزنبرك طالع شوي، فمقدار هذا الطلوع هو الانيشال كومبريشن، هو نفسه اكس 3. فلو سمينا اكس 3 زي مسمياتهم بتتساوي ايش؟ طبعا نعرف ان قوة الزنبرك، قوة السبرينج، تساوي كي في اكس. طيب قوة الزنبرك راح تساوي الوزن، يعني بلوكة في عندي وزن، في عندي قوة الزنبرك مثلا بالعكس، عكس اتجاه الحركة. فالزنبرك يعني الوزن اللي هو 10.981 بيساوي كي اكس اللي هو 20 كيلو نيوتن في اكس. اكس اللي هي الانيشال ديفليكشن، اكس حسب ما طلعت معه 4.91 × 10 قوة سالب 3 متر. طيب هاي الانيشال ديفليكشن، انيشال كومبريشن اللي هي المقدار النزول شوي. بس لما خبطوا ببعض، لما البلوكه هاي خبطت بهاي، نزل راح ينزل اقصى ديفليكشن اللي هو سماه اتش. فانا هسه راح استعمل، خلاص راح استعمل، لو سمينا هاي 3 فنستعمل من وضع 3 للوضع 4، وهاي في فتحه اللي هي في 3. راح نقول له T3 بلس V3 تساوي T4 بلس V4. T4 بلس V4. طيب T3 السرعة اللي أجا فيها، اللي أجت فيها البلوكة، نص في البلوكتين سوا
اللي هي 40 في في تربيع، اللي هي 4.70 تربيع، زائد هسه الوضع الابتدائي الفي 3، الفي 3 شو اسمه الجرافيتي زيرو، لانه انا بعدني عند الاوريجن بالضبط، عند الاوريجن هاي بالفي 3. طيب بالنسبه للزنبرة في الانيشال كومبريشن، شو الانيشال كومبريشن؟ نص كي في اكس تربيع اللي هي 4.91 ضرب 10 قوس سالب 3 تربيع. شو بدها تساوي؟ تي 4 طالب. شو تي 4؟ تي 4 ماكسيمم ديفليكشن، يعني فيش سرعه، بضل هسه في الاستيك وفي جرافيتي. الفي جرافيتي بدها تكون سالب لانه نزل عن الاوريجن، في جرافيتي نازل نزل عن الاورجن، وزن الجوز سوا اللي هي 40 في كم؟ في الاقصى ارتفاع الاتش. بعدين الالاستيك، الالاستيك معروف نص كي في اكس 4 تربيع، اكس 4 تربيع اللي هي المسافه من الانيشال كومبريشن لاقصى ارتفاع، هاي ايش؟ هاي الاكس 4. فانا ايش بصفى معي؟ صفى معي معادله بدلاله اتش واكس 4. فما مبين من الشكل، مبين من الشكل انه اقصى ارتفاع بساوي الاكس 3 الكامله ناقص اكس 4، اكس 3 قصدي لا قصدي الكبيره ناقص الصغيره، هاي الاتش اللي هي اقصى ارتفاع بده هاي المسافه، هو من الاوريجن لاقصى ارتفاع من الزنبرك. الاكس 4 راح تكون انيشال كومبريشن لاقصى ارتفاع، والاكس 3 من اقصى ارتفاع للاوريجن. فراح اقول له اتش بتساوي اكس 4 ناقص اكس 3، انا راح اكون مطلع اتش فاكس 3 معي، بطلع اكس 4 اللي بده اياها، او العكس. هاي المعادله طلع لي كتبتين، فخلي اتش بدلاله اكس 4 وحل. هذا السؤال كثير مهم، فكرته انه اعرف انه في امباكت، بس يعني شغله الامباكت راح تشتلك عليها كثير علامات.